بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا بنرفع الصور وكان عندنا مشكلة ان الصورة بتيجي متأخرة، تعرف بعد تاني مرة. يعني لما بندخل بيانات بتاعت شخص، يعني مثلا هرفع صورة مثلا، فأول مرة ما بتظهرش، تاني مرة بتبدأ ايه، بتبدأ تظهر معايا. يعني مثلا دخلت مثلا محمد او ياس مثلا 2-1، ماشي، محمد عويس، ورقم التليفون. انا عايز اوضح لكم الفكره بتاعت الريفريشنج لان هي فكره مهمه جدا وقائمه على فكره قد ايه النود سريع مش بطيء. تحس ان في بطء بيبقى تاني مره الصوره اللي بتستعرض اول مره، لا، لكن الحقيقه مش كده، ده بسبب السرعه مش بسبب البطء. فانا هحط مثلا في الكويت، تعال اختار صوره، احنا اخترنا صوره الاول، دوسنا سيف، تعال نبص كده هتلاقي ايه، ها فين هو؟ اهو في الكويت، والصوره بتاعته ما ظهرتش رغم ان الصوره اترفعت وكل حاجه حصلت. خلاص، ما اد واحد تاني، بصوا اللي هيحصل بقى معايا. هاد مثلا محمد مجدي مثلا، وخليه 2-2، ومجدي خد بالكم ان صوره عويس اترفعت بس ما اتعرضتش. فالمرة دي هعمل مين؟ صورة مجدي، وهدوس على سيف بعد ما ادخله الايميل بتاعه، تمام، ونخليه برضو معاه في الكويت، وندوس سيف، تمام. انزل تحت بقى في الكويت، محمد عويس اترفع بس لسه مجدي ما جاش، واخدين بالنا؟ لو ضفنا واحد تاني هيبان صورة مجدي لكن الجديد لسه ما ظهرش. ده مش بوت، المشكله كلها موجوده فين؟ ده مشكله سرعه. انت ما دخلت في الفورم بقول اف اني في صوره، هنا ببدا هعمل ابلود للصوره في المرحله دي. بعد الابلود للصوره في عندي مرحله تانية، وهو بيعمل ابلود في ريفريشنج للديتا. خد بالك دي الاف على بعضها بكل الابلود بكل الهيصه، وفي تحت ريفريش للداتا. في الحقيقه هو بياخد الامرين مره واحده والامرين بيشتغلوا، امر الريفريش ده شغال وامر الابلود شغال. فامر الابلود هياخد وقت على ما يرفع الصوره، بتكون الريفريش اشتغلت وجاب الداتا من قبل ما الابلود تكمل، وبناء عليه ما قدرش يجيب الصوره. لكن لو خلينا الريفريش تحصل بعد السكسس، تعال نشوف اللي هيحصل على البراوزر الثاني بعد السكسس، عشان لازم تبقى بعد. خلاص، يبقى الريفريش يحصل بعدين. لو جيت دلوقتي جيت في سوريا، خدت لي بالك؟ يعني بس دي سرعه ان الامرين دخلوا مره واحده على النود، والنود يشتغل على الاثنين على التوازي، بيعمل ابلود وهو بيجيب الداتا من الداتابيز. جاب الداتا من الداتابيز، كانت الداتابيز اتملت بالبيانات بس كانت الصوره لسه ما اترفعتش، ما لقاش الصوره، مش مهم، وجاب الداتا وعرض وعمل ريفريش بتاعته. شوف السرعه، وكان في نفس اللحظه بتحصل ابلود، تمام. فما جيت هنا دلوقتي بقى غيرت النظام، بس خليت الريفريش لازم تحصل بعد السكسس، دوست سيف، ارجع على طول الاقي الصوره في لحظتها على طول اترفعت في لحظتها، مفيش اي مشكله ان انا عملتها بعد السكسس. فلازم يكون تم واترفعت كل حاجه وعمل سكسس في الرفع الصوره، ساعتها ابدا اعمل ايه، ساعتها ابدا اقبل الايه، اقبل على طول الايه، الريفريشنج. يعني ادخل مثلا محمود، فعشان اجربها مره تانية ويبقى متاكد ان هي شغاله مظبوط، 28 محمود عليوه، ونغير رقم التليفون اي حاجه، تمام، الايميل، ونديله سيف، قال لي كله تمام. طب نرجع نشوف، على طول اترفع في ساعتها بدون اي مشاكل على طول، وبدون اي مشكله في الريفريشنج، والصوره بتترفع دايركت وبنشوفها على طول في ساعتها.